هدد الاتحاد الأوروبي تركيا بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها غير القانونية للترقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص. وأعرب قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل عن أسفهم لأن أنقرة لم تستجب بعد لنداءات المتكررة من الاتحاد لوقف مثل هذه الأنشطة. وأشار القادة الأوروبيين إلى أن الاتحاد سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو مصمم على الرد بشكل مناسب وبكل تضامن مع قبرص.